وإن بدت هذه الأسواق مزدحمة في الساعات الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، ومن أجل الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة يخرج المواطنون ليستشعروا البهجة ولو قليلا لأخذ قسط من أوجاع الحرب ضد هذه المدينة. نحن نعيش في هذه الأيام أيام قبل عيد الأضحى المبارك. الحصار هو طبعا تم كسره، إلا أن وعورة الطريق بعيدة جدا وتصل إلى محافظة تعز بمبالغ باهظة. الحصار الذي تفرضه الميليشيا الإنقلابية وإن فشل في المنفذ الغربي، إلا أن وعورة الطريق وصعوبتها جعلت المهمة صعبة أمام بعثة هذه المواشي والأضحية، وهو أيضا ما ساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي وفاقم من معاناة المواطنين الذين لا يتمكنون من شرائها. يا أخي لي أسافر 4 أيام أو 5 أيام للمرباع عشان يشتري لي قدي، ما قدر كوش غالي جدا جدا، القدي 70-80 ألف من شدة الحصار، محاصرين احنا في تعز لا ندري كيف نعمل كيف نسوي، قد احنا خلاص قد دخلنا يعني قد احنا ندخل المشحات في الشوارع. في السياق ذاته تبدو المبادرات الشبابية في هذه المناسبة حاضرة أيضا، فهذه المشاهد للبعض يتلمس احتياجات البسطاء ويساهم في تقديم المساعدات للمحتاجين. نحن مبادرة بسمة وطن نقدم مشروع توزيع كسوة العيد الأضحى للأسر الفقيرة والنازحين بالتعاون مع مؤسسة نحن هنا للإغاثة. يقترب العيد ويحاول الناس أن يبتهجوا بقدومه على الرغم من تفاقم الأوضاع في ظل الحرب وتدهور الحالة المعيشية في مختلف الجوانب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.